تعبوا نفسيتنا أمس وبكرة مطبخ يا أخوي. ها الاثنين معي طبخي، هذا مجيد وسعد. كيف بكرة بكرة مطبخ بكون أنا؟ خلع الله يا أخوك، هنا شيء الحمد لله. تون تون يا أبو محمد، تون مالي مش بمسكهم بواحد أذنه. تون إن شاء الله. فقفت الاثنين. تون مالك تون. وكلمتك كانت معبر عن كل الشباب. والله قلت يا ربي يرضى لك هذا حق واجب. ورفعت معنوياته وخليته يرفع راسه وخليته يحس بكلامك. والله جاء ربي يرضى لك، والله ما جينا من بعدكم. وانتم والله كلكم مجملين، كل واحد جبل جبلا جمل الله حاله ومطنوخ، ما له عنده اي مشكله. جاء ربي يرضى عليك كفو، ونحن ما شفنا. جاء ربي يرضى، والله ربي يسعده ويسهل امره. نمزح معه حتى ونحن اي والله هذا يدري وش الخير. وقلبه طيب وزي ما قلت راي صلاه، والحلقه ما عمره تغيب عنها ولا شيء ولا شيء. اسمع لكن القدر ولا طلع منه اي خطا لاي احد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. القدر والمكتوب الشيء قد مكتوب. الله يزينها يا رب العالمين. الحمد لله. هذه على قولتهم اخو، وهذه مسابقه، وهذه خيره خيره صح صح وشيء مكتوب. والله انا بيدينا ما حد منا يظهر. لا انا اولهم محمد. انا ودي بمسابقه ما يطلع فيها احد يا اخي، بس عاد خلاص هذه انظمه ولوائح انتهينا. نفس الشيء لكن الحمد لله على كل حال الامور طيبه. والاخوه ما هي هنا الاخوه، الصدق الصدق بعد البرنامج. اي والله هنا حتى انا انشغل عن بعض الاحيان عشان مسابقات وعشان الامور هذه صلى الله العظيم ورهاق وكذا، لكن ما خلص البرنامج وقد حين برا البرنامج. عز الله ان يفتخر اني عرفت 21 رجال. هذا اللي بقوله والله. نطلع منا صفر ونطلع منا الوتم مليان. والله العظيم انكم انتم المحزن مليان الصحيح اللي قاله محمد وعبد الله. المحزن مليان. انا والله ما اعتبر انه معرفه، لا اعتبر اهل. انا كسبت اهل والله صدق. الله يسلمك. واشوف العيال كلهم كذا والله نكسب بيوت حنا والله. خلى المعرفه معرفه على جنب. يا رب عفوك وسترك ورضاك الجنة. ما تدري يا أخي تفرح إن عبد الله بيرجع ولا تحزن إسماعيل طلع. هو النظام والنظام مشت خلاص. مصاغ شخصية يا أخي. ما مستعد. عبد الله. والله شرط بليت ما يخفى. عبد الله ولا. والله ما تدري. وعند وأنت شايل هم بعد. صح ولا لا؟ على المطبخ. يلت عندي قلب. المطبخ اثنين معي، عبد الله ترى سعد قصدي وعبد المجيد. والحين اللي بينهم ده لازم نصلح بينهم الحين. الله مستعان. الله يعينك الله يعينك. لو طبخت مندي عز الله. انا بكره ان شاء الله مندي ان شاء الله بكره هنا العصر ان شاء الله يجيكم من برا. اجي اساعدكم انا ما عليك ابشر. سعد حبك بكره. ها لا كان عبد المجيد وسعد معي يا ابو محمد. الحين احنا بالطبخ ابو محمد. اذا ابو علي مو فيه فانا موجود اساعدك، بس اذا ابو علي مو فيه تعرف انا بيني وبين ابو علي مشاكل. ابشر ان شاء الله باللي بيجملكم ولا بسوي اللي بعلي وزياده وان شاء الله بتطلع ان شاء الله زينه. انت عارف ابو علي ايش اسمه، يكش من اي واحد طباخ. عرفت كيف؟ ينافس ده. اي منافس. الله يسعده يا رب العالمين ويسعد اسماعيل ويسعد. ذكرونا والله ذكرونا بعبد الله وده محمد. الله ربي يحفظه ويستر. والله اني ما كانهم جو، اقسم بالله ما كانهم جو ولا كان فرحتك ما تمت انت. والله اني يوم انا جاي سمعت الخبر انصدمت، جيت اركض هنا يا اخي. انت انصدمت دريت بس يوم اسماعيل طلع. اخواني وامي وابوي كلهم جايين وشفتهم، بس قسما بالله العظيم ما كانهم جو. يا بعد قلبي والله ما كانهم جو. يا بعد قلبي يا بعد قلبي صراحه والله اسمعي ما يستاهل، بس عاد هذا النظام. وهذا احنا امس دخلت انا معه مثل ما قال كلنا سته دخلنا. مين ما يدري من يطلع. فاقول احنا صحيح حزنانين على طلعه شو اسمه اسماعيل، وفرحانين برجعه عبد الاله. اليوم انا مشاعري ما ادري شلون صار. انت تعرف اليوم نحس تعرف الاسهم احمر يوم واخضر يوم واحمر يوم. هذا صار احنا والله ضربنا فوق ونزلنا وضربنا فوق ونزلنا. هذا بغض النفسيه اقسم بالله بحياتي كلها ما وليه يا سعد تعصب يا الربع. هنا شيء قسم بالله العظيم اني شفته. اشوف دقيقه بالله كويس ما طلع شيب. والله العظيم صدق هذا الرجل طلع شيب من المذاكره. انت ما سعد الكلثم و والله الليله هذه راح يطلع فيك الشيب. الاسبوع ذا راح يطلع فيك الشيب يا رجل. كنت انا تراني بارد، بس اشوف ذا شفت الوضع انه كثر حجمه وسمج سمجناها وبس. هذا احد والله والله العظيم يا اخوي ما ادري ايش اقول. والله العظيم شرب يا اخي استغفر الله العظيم. وهذيك صالح ما عندك خيار ان الحين اركب عليها ولا شو الحل ادور عليها ولا صالح. الله يعين جاي وخبر مو بزين بعد. افا افا والله ما ادري للحين انا عجزت امسك عرض. ليه سماشة؟ والله ما ادري يا عيال. وش يا ولد؟ فايز قال لي ابغاك. انا ادري في خير وشيء ولا الله يستر. ان شاء الله انها العزبه تدخل تفعل بخير تكفى. يا رب العزبه تدخل ولا بي ولا بدوني لكم يا رجال. والله انا براعيها ما نبيها. الله يستر عليها. كان مثلتني بدي. لا والله ابيك انا. والله ما انا ما ابيك تكفى. ما جيت اعتبرها ابوي. يحبك حبيبي
صدق؟ اي والله كله يقول يا ما شاء الله عليكم، يقول شو اسمه، الله يسعدك، يقول اني ظالم من نفسي اني ما تابعهم بالبرنامج، هاي اعرفهم، يقول يوم جيت هنا يقول استنست انك جالس عندهم، خلاص يقول لا ترجع. اي والله الله يسعدك. يقول اني اول شيء انهم ما اعرف العيال وكذا وما ادري شلون، بس يقول يوم جيت معكم وجلست معكم اليوم لا ترجع. هو في الرياض استانس من حاجه جاي، لا بالرياض استانس على الدحه، حيل 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 على قصايد العيال واصواتهم ومدحهم وكلامهم وكذا، ما شكله يحبني اكثر شيء اتوقع، صح مبسوط عند تنوع ان العيال جابوا جنوب والدحه وكذا كل شيء. انا قلت خلاص صدحها عشان يرف قلبه شوي. مستحيل، هل انا ما استخدمت الا محمد الشهراني؟ هل انا اكره محمد؟ لا، هي منافسه وكل ياخذ اللي معه.